السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب محي الدين هاني الغريني في مسار البرمجة. اليوم تعلمنا كيف نقدر نعرف إذا في مدخلات لقيت الستلايت أو النت، وتعلمنا إنه كل مدخل نقدر نركب أي شيء يخص الواي فاي، وتعلمنا كيف نحول أرقام بالنظام العشري للنظام 16 والعكس صحيح بطريقة مختصرة وبسيطة ومفيدة، وتعلمنا اليوم كيف نحول من عملة لعملة أخرى بطريقة الكودينج السهلة والاختصارية. مثلا هنا أقدر أختار أي رقم يعطيني تحويلة معينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.